شاهد ماذا وجدوا في بطن هذا التمساح العملاق. وجدوا معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. قناة اعرف دينك أظهر مقطع فيديو لحظة قيام أشخاص بشق بطن تمساح ضخمة لاستخراج جثة امرأة ابتلعها في إحدى المقاطعات بإندونيسيا. وأفادت وسائل إعلام أندونيسية أن الواقعة وقعت في جزيرة موني، الواقعة في مقاطعة سليز جنوب شرق البلاد، مضيفة أن السيدة التي ابتلعها التمساح تدعى نوي وتبلغ من العمر 54 عاما، وكانت قد فقدت يوم الخميس أثناء تفقدها حديقتها النباتية بالقرب من قريتها. وأضافت أن عائلتها بحثت عنها في الحديقة ولم تجد سوى أمتعتها ونعلها ومصباحها اليدوي ليدخل أفراد عائلتها وسكان قريتها في عملية البحث عن أثرها، إلى أن عثروا على تمساح منتفخ بطنه يبلغ طوله 7 أمتار، يبعد بنحو 50 متر من مكان أمتعتها. وبحسب موقع ديك أن السلطات والسكان في جزيرة الصليز بإندونيسيا عثروا يوم الجمعة على التمساح أثناء البحث عن المرأة التي تبلغ من العمر 54 عاما. وأضافت الصحيفة أن العثور على متعلقات الضحية قاد إلى الاعتقاد بأن ذلك التمساح قد ابتلعها، مؤكدة أن الأهالي جلبوا التمساح إلى القرية وشقوا بطنه وجدوا المرأة المفقودة مكتملة بداخله. وأوضحت وسائل الإعلام الأندونيسية أن سكان القرية قتلوا التمساح وبعد شق بطنه عثروا على السيدة التي لا زالت سليمة وهي ترتدي كل ملابسها. وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها هذه الجزيرة واقعة كهذه، ففي مارس من العام الماضي التهمت أفعى رجلا داخل مزرعة نخيل بقرية أخرى غرب الجزيرة، وكان أهالي إحدى الجزر الإندونيسية عثروا بعد مرور نحو عام على واقعة مماثلة على امرأة مفقودة داخل بطن أفعى ضخمة كانت قد ابتلعتها. ولكن تكمن المعجزة هنا بأن هذه السيدة بعد أن عثروا عليها في جسم هذا التمساح الضخم كانت ما زالت حية وفيها النفس، وهذه معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. وبعد ذلك قاموا أهالي القرية باصطحاب هذه المرأة للمستشفى، وقام الأطباء هناك بعمل اللازم لهذه المرأة وقاموا بإسعافها على الفور. وبعد أن أفاقت هذه المرأة جاء إليها أحد الصحفيين وسألها بماذا كنت تشعرين وأنت في بطن هذا التمساح الضخم؟ أجابت المرأة وهي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا امرأة مسلمة أعيش في هذه الجزيرة وأؤمن بالله تعالى، وقبل أن أذهب لحديقتي كنت أصلي العصر، وبعد ذلك ذهبت أتجول في حديقتي وبالفعل شعرت بحركة غريبة، فنظرت خلفي فوجدت تمساحا ضخما فقام بابتلاعي وهو يبتلعني، شعرت ببعض الألم فدعوت الله عز وجل أن ينجيني. وعندما كنت في بطن التمساح لم أشعر بأي شيء، كنت دائما أحلم بأن هناك شخصا يطاردني وكنت أتنفس طبيعيا، وكنت لا أشعر بأي ألم على الإطلاق، وكنت لا أشعر أيضا بأنني في بطن التمساح، كنت أشعر أنني في حلم دائم، سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى نجاني، وأنا أحمد الله كثيرا وأشكر سكان هذه القرية العظيمة على مساعدتهم وإنقاذهم لحياتي، وهذا بفضل الله تعالى وبفضل الصلاة على سيدنا محمد، وأنا أفتخر بأنني مسلمة. وسألها الصحفي سؤالا آخر: هل كنت تخافين من الموت؟ فأجابت: أنا لا أخاف من الموت، فأنا أحب لقاء الله عز وجل، وأنا إنسان مؤمن بالله عز وجل، فقضاء الله واجب ويجب أن نؤمن بقضاء الله وقدره. وعندما أنقذني أهالي القرية فهذا إنقاذا من الله عز وجل. وبعد ذلك سألها الصحفي سؤالا آخر: بماذا تشعرين الآن؟ قالت له: أنا أشعر الآن بأن الله عز وجل وهب لي حياة جديدة، وسوف أجتهد أكثر وأكثر في التقرب إلى الله عز وجل، فهو الذي نجاني من هذا التمساح الضخم ومن هذا الموت المحقق،
فمن الصعب أن تجد تمساحا يبلع إنسان وبعد ذلك يعيش هذا الإنسان. فسبحان الله، هذه معجزة كبيرة جدا، وأنا أشكر الله عز وجل على إنقاذه لحياتي، فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ذلك ذهب الصحفي وجاء أهالي المرأة وبدأوا يتباركون ويثنون على الله عز وجل لإنقاذ هذه المرأة المسلمة الموحدة لله عز وجل. التمساح بالإنجليزية كروكودايل من أضخم الزواحف الحية، ينتمي إلى فصيلة التمساحيات. له جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته. ويوجد 12 نوعا من التماسيح، ومن الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه، ويمكن أن تعيش التماسيح بضعة أشهر بلا طعام أو 3 سنوات في الحالات القصوى. تعيش التماسيح في الماء واليابسة، لكنها أكثر مرونة في الماء وتكون حركتها أكثر انسيابية. لعيونها طبقة بلورية في مؤخرتها مما تجعلها مرئية في الظلام بمجرد تسليط الضوء على الماء، فالتماسيح لا تتنفس تحت الماء بل فوقه، لذلك تحتاج للبقاء على السطح لغرض التنفس وكذلك التجسس واستشعار الفريسة. التمساح يتغذى على اللحوم، يفترس ضحاياه غالبا في الماء حتى أنه يفترس الإنسان. نصب الفراعنة التماسيح آلهة وجعلوا منها تماثيل مقدسة وأواني فخارية أغطيتها على شكل تمساح، وذلك لقوته وخطورته على صياد الأسماك في نهر النيل. جلد التمساح عبارة عن غطاء حرشفي سميك يمتاز بقوته ومتانته، ويعتبر من أغلى أنواع الجلود في العالم، وتصنع منها الحقائب الجلدية والأحذية الجلدية والتي تكون عادة باهظة الثمن مقارنة بالحقائب والأحذية المصنوعة من جلود الأبقار والماعز. ويتم اصطياد التماسيح في بعض مناطق العالم بصورة غير شرعية لأغراض تجارية ربحية، يعتمد على استخلاص أكسجين الهواء الجوي، بمعنى أنها تأخذ شهيق عميق يكفيها للمناورة تحت سطح الماء حوالي 15 دقيقة، بعدها يستنشق الهواء في مكان مناسب، معتمدة على ظاهرة المماتنة والتخفي، أو تخرج للاستكانة على سطح إحدى الجزر أو الشاطئ، إما في غفوة شاغرا فمه أو في ترقب حذر يخلو من الذكاء. ينصح عند تربية التماسيح في البرك ألا تخلو قيعانها من جزر أو أشباه جزر يمكن أن تعتليها التماسيح، وذلك رأفة بسلوكها وحياتها، وإلا فإنها قد تموت غرقا. كي يزيد وزن التمساح كيلوغرام واحد يجب عليه أن يأكل 10 كيلوغرام من الكائنات الحية، أغلبها أسماك وطيور مائية. الموطن الأصلي، تعيش التماسيح في المناطق الاستوائية وتفضل المساحات الواسعة من المياه الضحلة والأنهار الراكدة والمستنقعات المفتوحة، وتساعد أقدامها ذات الأغشية على السير فوق الأرض الطرية، كما أن أعينها وفتحات أنوفها ترتفع عن بقية أجسامها. وتلائم هذه الميزات حياة التماسيح لأنها تحب أن تطفو وأعينها وأنوفها فوق سطح الماء، كما أن عينه تبقيان يقظتين في الليل، ولا يمكن لأي حيوان أيا كان نوعه التغلب على التمساح إلا في بعض الظروف الخاصة التي قد يكون بنيانه يتصف بالمرض. والتمساح هو صاحب أقوى فك في الحيوانات المفترسة والأليفة. التغذية، تتغذى التماسيح على الحيوانات الصغيرة كالأسماك والطيور، كما تهاجم أحيانا الحيوانات الكبيرة والإنسان، ويستطيع التمساح أن يقطع حيوانا كبيرا بالإمساك به ومن ثم الدوران بسرعة بشكل طولي في الماء وتقطيعه إلى قطع ليبتلعه بشكل أسرع كما تنقض على فريستها. بإمكان هذه الفريسة الهروب منها، وذلك بوضع ماء داخل فمها وهو مفتوح للإفتراس، مما يؤدي بها إلى إغلاق فمها وإفلات الفريسة والنزول في الماء مرة أخرى، وبالتالي يكون بإمكان الفريسة الهرب. التكاثر، وتضع التماسيح البيض مثل معظم الزواحف، ويشبه بيض التماسيح بيض الدجاج إلا أنه أكثر منه حجما وقشرته أقل بريقا. تخفي التماسيح بيضها في أعشاش من الفضلات والنباتات أو تدفنه في الرمل على الشواطئ،
وتقوم الأنثى في بعض الأنواع بحراسة العش إلى أن يفقس البيض، وعندما تسمع أصوات الصغار تحفر لإخراجها من العش، سبحان الله، وتساعد بعض أنواع التماسيح صغارها على الخروج من البيض، ثم تحملها في أفواهها إلى الماء، ويعتبر هذا الحيوان أقوى كائن على وجه الأرض، سبحان الله. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.